زار وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا النرويج والتقى مسؤولين في وزارة الخارجية وتباحثا عدة ملفات سورية. لنتابع. تخوض الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حراكا سياسيا ودبلوماسيا على الصعيدين الداخلي والخارجي، سعيا منها لإيجاد حل للأزمة السورية التي تجاوزت 11 عاما. وفي هذا الإطار بحث وفد من الإدارة الذاتية مع مسؤولين في الخارجية النرويجية في أوسلو آخر التطورات الميدانية والسياسية وسبل مكافحة الإرهاب على الساحة السورية بشكل عام ومناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص. وضم الوفد كلا من الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر، وممثل الإدارة في الدول الإسكندنافية شيار علي، وممثلة الإدارة الذاتية في النرويج هندرين بطي. والتقى في العاصمة النرويجية أوسلو بعدد من المسؤولين في الخارجية وأحزاب سياسية. وبحث وفد الإدارة مع المسؤولين في النرويج آخر التطورات والتحديات التي تواجه الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، منها الاقتصادية والإغاثية والأمنية وملف الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بوضع إرهابيي داعش الموجودين في مراكز احتجاز قوات سوريا الديمقراطية. الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر أكد أنهم أبلغوا الخارجية النرويجية بضرورة محاكمة ما تبقى من عناصر إرهابيي داعش في مناطقهم وإيجاد حل لوضع عوائلهم القاطنين في مخيمي الهول وروج بشمال شرقي سوريا، مشدداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا الملف. كما التقى الوفد في مبنى البرلمان النرويجي وفداً من حزب الحمر الذي أكد دعمه للإدارة الذاتية، مندداً في الوقت نفسه بهجمات الاحتلال التركي التي تزعزع أمن المنطقة واستقرارها وتهديده بشن عدوان جديد على المنطقة. جهود الإدارة الذاتية وحراكها الدبلوماسي يأتي في ظل ازدياد هجمات الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية على مناطق شمال وشرقي سوريا، مخلفة عشرات الضحايا من المدنيين، إضافة إلى ضرب الاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة. ينضم إلينا من القاهرة شكري شيخاني، عضو مجلس رئاسي في مسد ورئيس التيار السوري الإصلاحي. أهلا بك أستاذ شكري. دائما هناك زيارات وحراك سياسي ودبلوماسي لوفود من الإدارة الذاتية إلى دول غربية وإقليمية، لو تحدثنا ما أهمية هذه الزيارة إلى النرويج على صعيد الأزمة السورية بشكل عام بداية؟ مساء الخير لك ولكل مساء النور. الإدارة الذاتية لم تألو جهدا منذ فترة طويلة وهي تتحرك داخليا وخارجيا. بالنسبة للوضع الخارجي، مطلوب تكثيف الجولات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية مع الدول الفاعلة. زيارة الوفد رفيع المستوى الذي يزور النرويج حاليا يطرح عدة أمور، أهمها هي لجم النظام التركي عن شن أي هجوم أو اعتداء، سيما وأن الرئيس التركي ومنذ أيلول الماضي وهو يهدد باجتياح مناطق شمال شرق سوريا ويعيد للأذهان أنه يريد التقدم بعمق 30 كيلومتر وبعرض حوالي 600 كيلومتر. هذا الأمر لم يعد ينفع مع العالم البيانات التنديد والشجب والاستنكار، لم تعد تنفع هذه الأدوات. هناك أدوات أقوى وأشد وهي المقاطعة وهي محاسبة استدعاء السفراء الأتراك لدى الأوروبيين، هناك وضع الحالة الاقتصادية، هناك يعني في عدة أمور يجب أن تتخذ من قبل الدول الأوروبية لكي تكون المنطقة أكثر هدوءا يعني ويبتعد النظام التركي عن البلطجة الذي يمارسها حاليا. نعم، هذا هو المطلوب أستاذ شكري، لكن موضوع المصالح بين تركيا والدول الاتحاد الأوروبية أكبر من مصالح الإدارة الذاتية مع الدول الأوروبية. المصالح كبيرة نعم، ولكن عندما
يدرك الأوروبيون بأن أي اعتداء على شمال شرق سوريا سيؤدي إلى موجات نزوح بشر إلى هناك، إلى أوروبا وإلى دول أخرى، هذا الأمر يستدعي منهم أن يكونوا أكثر حكمة وأكثر دقة في التعامل مع النظام التركي، سيما ونحن نرى الآن الملايين من اللاجئين الأوكرانيين غزوا أوروبا بالكامل، وأوروبا لم تعد تستطيع استيعاب أكثر من هؤلاء اللاجئين. إذا ترك النظام التركي على هواه يفعل ما يريد، فهناك موجات النزوح أيضا جديدة، وهناك عدم استقرار في المنطقة، هذا ما يستدعي. بعيدا عن المصالح الاقتصادية المشتركة، هناك زعزعة استقرار أمني لدول أوروبا في حال تضاخمت أعداد اللاجئين الموجودين في أوروبا. نعم أستاذ شكري، يعني اختصرت وما كنت أود أن أسألك عن أهم ما تم النقاش فيه خلال هذه الزيارة، موضوع التهديدات التركية. أيضا هناك موضوع مهم يجب أن نتطرق عليه، موضوع هو عوائل تنظيم داعش الإرهابي وعناصر داعش من الدول الأوروبية. هذا الملف، يعني هل استطاعت الإدارة الذاتية أن تقنع الدول الأوروبية لاستعادة رعاياها رغم البطء الشديد من قبل بعض الدول، وبعض الدول ترفض أصلا استعادة رعاياها الدواعش؟ والله أحيانا هو مو بطء شديد، هو انعدام الموضوع النهائي لعدم حكمة ومقدرة فهم الدول الأوروبية على ما تعاني الإدارة الذاتية من أعباء اقتصادية وأمنية وعسكرية في وجود هؤلاء العوائل وفي وجود مقاتلي عناصر داعش نفسها، الذي ولكن لا زالت هناك في نوع من التواصل مع بعض الحكومات الأوروبية، ومنها النرويج مثلا جرى تسليم عدة أطفال أو نساء تعود جنسياتهم للجنسية النرويجية على ما أظن في العام 2019 2020، جرت هكذا تبادلات يعني. ولكن نحن نريد الذي نريده أكثر في مناطق شمال شرق سوريا هو إيجاد حل جذري لهذا المنظر المخيف والمريب، هذا المنظر المخيف الذي يعني نراه صباحا مساء أمام أعيننا. نحن بحاجة إلى تفعيل موضوع المحاكم الميدانية، محاكمة هؤلاء المرتزقة داعش على أرض الواقع في مناطق شمال شرق سوريا، وسحب هذه العناصر، سحب عوائلهم، كل دولة تسحب عوائلها ورعاياها إلى دولها. أستاذ شيخان، يعني الدول الأوروبية كيف تنظر إلى مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وكيف تتعامل مع هذا المشروع السياسي؟ بعض الدول تنظر إلى مشروع الإدارة الذاتية على أنه مشروع رائد في المنطقة، مشروع يجب أن يتم دعمه، ويجب أن يستفاد من هذه الفكرة الجديدة. بعض الدول لها مصالح كما ذكرت أنت سابقا، هناك المصالح تتقاطع، هناك بعض الدول لها مصالح مع تركيا، ممكن لها مصالح مستترة مع النظام، لا تريد لهذه الإدارة، لا تريد لهذا الوليد أن ينمو ويكبر في سوريا، مع أنه مشروع الإدارة الذاتية لو تم فهمه بشكل جيد تماما من قبل الأطراف وخاصة النظام السوري لكان سوريا في وضع آخر تماما. ما يهمنا هو الدعم الخارجي لمشروع الإدارة الذاتية، لا زلنا بحاجة إلى دعم أوروبي، لدعم أمريكي، لدعم روسي، لدعم مشروع الإدارة الذاتية. ما هو شكل الدعم الذي تريده الإدارة الذاتية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية أو روسيا كما تفضلت أستاذ شكري؟ نحن الدعم الدولي هو ينقسم إلى شيئين، أولا دعم سياسي قوي، ولا مانع من دعم دولي في المحافل الدولية، إضافة إلى الدعم المادي. لماذا؟ لأنه لا زلنا نحن في شمال شرق سوريا نحتضن رغم عن أنفنا، نحتضن الآلاف من عناصر داعش وعائلاتهم وأطفالهم، كل هذا يستدعي أن يكون هناك إيجاب بالدعم المادي والدعم السياسي لكي يساعدونا على الانتهاء من هذه المعضلة أو هذه الكارثة الكبيرة التي تحيق بمناطق شمال شرق سوريا. وأي اعتداء تركي وأي تهديدات تركية باجتياح المناطق إنما يفجر الوضع ويؤذيه أكثر من الأول بكثير. مع أنه منذ فترة كان هناك دعوات من قبل
أكثر من 100 برلماني فرنسي حول دعم الإدارة الذاتية وخاصة سياسيا نتحدث، وأيضا كان هناك مطالبات في الكونغرس الأمريكي أيضا لدعم مشروع الإدارة الذاتية. تماما، هناك بعض الأصوات الحرة في فرنسا أو حتى في بريطانيا من فترة وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بعض الأصوات الحرة التي تفهمت أو وصل الصوت المناطق شمال سوريا وصل إلى هناك، فأبدوا رغبتهم بالمساعدة أو أبدوا دعمهم، ولكن ما يهمنا هو أن يكون هناك كم أكبر أو غالبية كبرى في الكونغرس، في مجلس الأمة الفرنسي، في كل المجالس هذه، أن يكون هناك كم أكبر من الدعم لمشروع الإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية مشروع رائد جدا، علينا أن نأخذ به على النظام أولا أن يتفهم الموضوع وأن يأخذ به حتى نسير إلى الحل المعضلة السورية بشكل كامل. طيب أستاذ شكري، سؤال أخير، يعني دائما نرى ونشاهد زيارات لوفود من الإدارة الذاتية تتجه للدول الغربية الأوروبية، ألا تعتقد أن هناك ضعف في توجه وفود من الإدارة الذاتية إلى الدول العربية؟ لماذا هذا الضعف؟ لأنه لم تلمس الإدارة الذاتية من كثير من الدول العربية، وليس كلها طبعاً. كثير من الدول العربية وقف اللاحية الحيادي ولكن الغير نظيف بصراحة، يعني وقفت تستدعي العلاقات السابقة مع النظام، وهذا أيضا يضر بالثورة، يضر بالإدارة الذاتية. نحن نريد التفاتة عربية واضحة. الدول العربية تأخذ على موضوع أنه هؤلاء يريدون الانقسام والانفصال عن الدولة السورية، هكذا وصلت إليهم الصورة منذ عشرات السنين عبر الأنظمة البعثية في العراق وسوريا. إذا هذه الدول لا زالت في مخيلتها أن مناطق شمال شرق سوريا مجرد أن صار دعمهم ودعم الإدارة الذاتية هم يتجهون إلى الانفصال والتقسيم. هذه المخيلة الموجودة لدى الكثير من الدول العربية تمنعها من أن تأخذ مبادرة قوية إلى حل الأزمة السورية، مع أنه هناك اعتمادنا أو يجب أن يكون اعتمادنا على ثلاث دول عربية كبيرة لها وزنها السياسي ولها وزنها المالي، يجب أن تأخذ دورها بشكل فعال من أجل حل هذه القضية السورية، وبالذات وبشكل خاص مشروع الإدارة الذاتية. أشكرك جزيل الشكر من القاهرة شكري شيخاني، عضو مجلس رئاسي في مسد ورئيس التيار السوري الإصلاحي، شكرا لك. مشاهدينا، فاصل أخير ثم نعود، ابقوا معنا.